اليوم يوجد مشكلة في الشارع، وهي ان البعض يدور مع الله مغالب. واقعا الاخ بس يسمع بها سفر نية سفر افطر، البعض يقطع مسافة وقدرها 22 كيلومتر او 44 كيلومتر المسافة الشرعية للقصر يفطر الاخ. احبابي هذا الافطار باطل. نعم يستند إلى قاعدة إنه إذا أقصرت أفطرت، وهذه القاعدة قد اشتبه الفقهاء بها في آليتها. الروايات الواردة في مسألة القصر في مسألة ثمان فراسخ، العلماء قروا هذه القراءة على إنها قراءة توقيفية، وهذا خطأ. بل المراد بالسفر هنا لابد أن ماذا يستصحبه؟ يستصحبه العسر والضرر. أما قاعدة إذا أقصرت أفطرت، القاعدة مو صحيحة. مال ثمانية فراسخ اللي هي 44. السفر الذي لابد أن يفطر فيه المسافر هو سفر ماذا؟ العسر والضرر. إذا ما وجد العسر والضرر لدى المسافر ما يفطر. وقاعدة إذا أقصرت أفطرت مفهومة بالمقلوب، ماكو 44 كيلو يفطر. يدور لي حيلة شرعية الأخ، يقصد لي يصعد السيارة تبريد، يوصل للمكان معين 22 كيلو متر، يرجع 22 كيلو متر العفو، فطر ورجع. أي أدري تضحك على نفسك؟ تضحك على الله؟ أنت يا الفقيه ما دريت الثمن فراسخ ينقطع عن اليوم بساعة إلا ربع؟ 44 كيلو يفطر ويرجع، أين دليلها يعني؟ مثلا القرآن يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اجيك سارة الغيرها 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 من السيارات الحديثة، هذا يسر لا عسر. كلكم اذكروا الله يا جماعة، 44 كيلو متر بسيارة مكيفة يرجع ويروح، وين العسر؟ وين الضرار؟ وين قضى يومه بالسفر؟ ليش أفطار؟ تضحكون على الله تدورون عمي؟ لا يوجد حيلة مع الله، هذه حيل يا جماعة. ماكس تسولف ويا من ما تدري. إذن السفر والمرض عند يعني إسقاط الصوم في السفر والمرض ماذا يتوجب؟ إذا وجد العسر ووجد الضرر ماذا؟ يسقط عن المريض الصوم ويسقط عن المسافر الصوم. لهذا نقر بقاعدة نقول إن المرض بنفسه ليس سببا لترك الصوم، والسفر بنفسه ليس سببا لترك الصوم، إلا ماذا؟ إلا عند توفر العسر والضرر، وهذا يكون العذر الوحيد الذي من أجله يحرم الصوم على المكلف. ماكو بعد 44 قاطع للآخر يفطر.